في 6 أكتوبر سنة 1981، وتحديدا في الساعة 11 ظهرا، بدأ عرضا عسكريا للقوات المصرية. جلس الرئيس السادات، وإلى يمينه نائبه محمد حسني مبارك، ثم الوزير العماني شبيب بن تيمور، وإلى يساره المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع، وأيضا شيخ الأزهر. كان الحاضرون يستمتعون بمشاهدة العرض، وخصوصا طائرات الفانتوم وهي تمارس ألعابا بهلوانية في السماء. وتقدم قائد طابور المدفعية لتحية المنصة، وحوله عددا من راكبي الدراجات النارية. وفجأة توقفت إحدى الدراجات بعد أن أصيبت بعطل مفاجئ، ونزل قائدها وراح يدفعها أمامه، ولكن سرعان ما انزلقت قدمه ووقع على الأرض والدراجة فوقه. وعلى الفور تدخل جندي كان واقفا إلى جوار المنصة. كل هذا حدث أمام الرئيس السادات والجمع المحيط به. وقد أسهمت تشكيلات الفانتوم وألعابها في صرف نظر الحاضرين واهتمامهم، لذا عندما توقفت سيارة خالد الإسلامبولي فيما بعد ظن أنها تعطلت كما تعطلت الدراجة النارية. وفي تمام 12:20 كانت سيارة الإسلامبولي وهي تجر المدفع الكوري الصنع عيار 130 ملم قد أصبحت أمام المنصة تماما. وفي لحظات وقف القناص حسين عباس وأطلق دفعة من الطلقات استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف، ونزل مسرعا من السيارة وألقى قنبلة، ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعا إلى المنصة. كان السادات قد نهض واقفا بعد إصابته في عنقه وهو يصرخ، بينما اختفى جميع الحضور أسفل كراسيهم. وتحت ستار الدخان وجه الإسلامبولي دفعة طلقات جديدة إلى صدر السادات، في الوقت الذي ألقى فيه كلا من عطاطايل بقنبلة ثانية لم تصل إلى المنصة ولم تنفجر، وعبد الحميد بقنبلة ثالثة نسي أن ينزع فتيلها فوصلت إلى الصف الأول ولم تنفجر هي الأخرى. بعدها قفز الثلاثة وهم يصوبون نيرانهم نحو الرئيس، وكانوا يلتصقون بالمنصة يمطرونه بالرصاص، وأخيرا سقط السادات على وجهه مدرجا في دمائه، بينما كان سكرتيره الخاص فوزي عبد الحافظ يحاول حمايته برفع كرسي ليقيه وابل الرصاص، فيما كان ضابط الحرس الجمهوري أحمد سرحان يصرخ بهستيريا انزل على الأرض يا سيادة الرئيس، ولكن صياحه جاء بعد فوات الأوان. ومن ثم صعد عبد الحميد سلم المنصة من اليسار وتوجه إلى حيث ارتمى السادات وركله بقدمه، ثم طعنه بالسونكي وأطلق عليه دفعة جديدة من الطلقات، فيما ارتفع صوت الإسلامبولي يؤكد أنهم لا يقصدون أحدا إلا السادات. بعدها انطلقوا يركضون عشوائيا، تطاردهم عناصر الأمن المختلفة وهي تطلق النيران. ولم يكن السادات هو الضحية الوحيدة للحادث، فقد سقط 7 آخرون وهم اللواء أركان حرب حسن علام، وخلفان ناصر محمد من الوفد العماني، والمهندس سمير حلمي إبراهيم، والأنبا صموئيل، ومحمد يوسف رشوان المصور الخاص بالرئيس، وسعيد عبد الرؤوف بكر، بالإضافة إلى شانج لوي صيني الجنسية. وأنتم ما رأيكم بالرئيس السادات؟ وهل يستحق ما فعله به هؤلاء؟ اتركوا لنا تعليقاً.